قرأنا برشا وقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. عندك الرافي إشكال راح راح. الرحمن الرحيم. وضح. الرحمن الرحيم. صحيح. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك مش نعبد وإياك تمام الحركات. إياك نعبد وإياك نستعين. وضح. ما تزرد. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. ألف هكذا. ألف لام ميم. أمشي. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم مش وبالآخرة وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صحيح. وضح. ومن مش ومن الناس ريح الحروف ومن الناس من يقول آمنا بالله آمنا غن ومد يلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صحيح. وضح في عقل. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عظيم أليم ولهم عذاب أليم أليم بما كانوا كم المعنى ولهم عذاب أليم بما كانوا أليم بي ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم ريح ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون في قلوبهم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما مش أنؤمن كما أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يكفي كذا كثمن نتاعك. بارك الله فيك ونقرأ بالراحة وريح الحروف حتى تكون القراءة فصيحة. بارك الله فيك. اللي بعده لا 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 بس ما فيش خوف ربي يفتح عليك إن شاء الله. وإذا قيل وإذا لقوا نعم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما لا هم الذين قالوا مش نحن إنما نحن مستهزئون
انسب القول لقائله. ايه واذا لقوا الذين امنوا عاشوا واذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم ما تبداش بها قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. صح في عقلك. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يعطيك الصحة بارك الله فيك. شكرا لما عشت تزرب برشا بارك الله فيك. اللي بعده إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون. أنا منحبش الوقفات هذه من بعد ميثاقه ويقطعون تعطيني برشا معاني على خاطر حبش الوقف ميثاقه نجم نقف ميثاقي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون لا أن يوصل عملت نفس العمل
أيوة. ويفسدون في الأرض. أيوة. أولئك هم الخاسرون. عندك الشيخ المظفر والشيخ إبراهيم الأخضر والشيخ لنداري، ثلاثة ما يقفوا ما يلتزموش بالوقوفات اللي موجودة في المصحف، يقفوا بالمعنى، وين يمشي المعنى يقف وهم مرتاح. ولذلك مثلا نقول الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، قفت هنا المشايخ كل ويزيد يرجع ويزيد، هذه ركاكة عند القاضي عبد الفتاح القاضي صاحب الوافي، صاحب الشرح الوافي في شرح الشاطبية والبدور الزاهرة في القراءات العشر، إمام الدنيا لا يرى بالإعادة في القراءة على طول حسب المعنى. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ثم معنى ولا زيد ما زلت عندهم الصفات. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، معنى صحيح ولا زيد ما زال عندهم صفات أخرى. ويفسدون في الأرض، شفت كيف؟ لذلك عندهم التكرار هذه يزيد يرجع ويقطعون، يسميه القاضي تكرار مذموم. علاش؟ قول من كلام العربي مثلا، مثلا في كلام العرب احنا كنجيو نشرحوا مثلا شراح اللغة العربية شقول، يقول جاء زيد، جاء زيد فجلس مثلا، فجلس فقام، هات جيبوا الجملة دي. انا شقول لك جاء زيد فجاء زيد فجلس، بعد شقول زيد فجلس. عند العرب يظنون انه اتى زيدان اثنين، لأن يعني كررت عندهم هذا التكرار يفيد معنى آخر، ما كانش عندهم التكرار. والقرآن نزل بلغتهم، نزل بلغتهم، كيف كانوا يستعملون اللغة، ما عندهم تكرار. قولوا جاء زيد فقام مثلا، ما يقولوش زيد فقام، يأتون بمن بعد فنام فاضطجع مثلا ولا شيء. فالتكرار هذا لا داعي له. لكل المشايخ علاش قل لهم ما دليلكم؟ يقول لك والله هكا تلقينا تلقي، لأن الوقوف أنا هو الوقف يفرض على الناس الكل أن نقف فيه الآية، هذاك السنة، هذاك ما فماش واحد يجتهد فيه، هكا السنة. النبي كيف كان يقرأ؟ يقف عند رؤوس الآية، في كل آية يقف. أما الوقوفات هذه اجتهادية، هل هي توقيفية؟ يعني هي اجتهادية باجتهاد العلماء. فأنا مثلا أرى بالوقف ميثاقه، غير يقول لا، يعني يقول لا. ولذلك هذه الوقوفات هي اجتهادية، فأنا حسب المعنى. وهذا في الحقيقة فيه تيسير، ساعات أحيانا تلقى آية فيها 25 كلمة ولا كذا، آية الدين مثلا ولا الآية الأخرى طويلة، يلزمني أنا نتفك الوقف هذاك، لا، هو اجتهادي، اجتهادي ماهوش توقيفي. كجا توقيفي أهل سلم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك توقيف. أما الاجتهادي تعصب، والله التعصب. أنا ذكرت لكم ثلاثة اللي نعرفها واشتكيت به، ثلاثة لا يرون بالوقف إلا حسب المعنى، في معنى يقف، تكرار هذا ما يلعبش عندنا، تفهمين ولا؟ يلا قولي. كيف يكفرون، كيف تكفرون، مش يكفرون، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة، خليفة. أيوة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن، لا، ويسفك الدماء، مش قالوا أتجعل، أتجعل قلقة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الملائكة، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم
فأتاهم على الملائكة يمشي. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين يمشي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صحيح، يعطيك الصح، يكفي هاي اللي بعد. يا الله، مرحبا. سلام. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صحيح. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ما شاء الله عليك، يعطيك الصحة، جيدة تلاوتك. نعم، اللي بعد. نعم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا نفس خفا واتقوا
مش صحيح كما قلت. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. قولي من هناك. لا ولا يقبل. مش ولا تقبل. أي أقرأ أنت في الأولى. أي ولا يعاود. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من العجل قطري ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم تنظرون وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. هذاك اسمه تاعك صح اللي بعده. هيا يلا مابقاش عندنا برشا وقت. يلا شكون الرقم اللي بعده؟ يلا 4 وين ولا 5 6 امشي 6 يلا يلا سيدي. وإذ قال موسى لقومه يا قوم هذيك زي ها لولا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يكفيك يعطيك الصحة بارك الله فيك. اللي بعده وإذ استسقى موسى لقومه وإذ
استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم مش وإذ وإذ بالذال مجهورة وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحدة لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة أي لا لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة ما فيش غنى احضر الخاء قردة خاسئين إلا قراءة لجعفر الوحيد فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين يكفي كيف من الأخير شكون صاحب مرحبا يا مرحبا أهلا وسهلا يعطيك الصحة بارك الله فيك شكرا سلام وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال إنه يقول إنها قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا
إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إن قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. نعم. وإن منها لما يهبط يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. هذا كالحس يعطيك الصحة. بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب